الملك توت عنخ آمون. جايز الملك توت عنخ آمون لو حتى ناس كتيرة ما بتفهمش في الآثار ولا في الحضارة المصرية القديمة ولا حتى بيهتموا بعلوم المصريات، إلا إن هو لما يشوف توت عنخ آمون وقناع توت عنخ آمون يقول لك آه ده توت عنخ آمون، رغم إن ممكن في ملوك عظام جدا زي الملك رمسيس الثاني زي تحتمس الثالث وغيرهم من الملوك العظام اللي ليهم إنجازات ضخمة، الناس اللي مش مختصة أو حتى مش قارية ممكن لو شاف صورته أو شاف التمثال بتاعه ما يعرفش هو ده مين تحديدا. والملك توت عنخ آمون مشهور جدا على مستوى العالم، وبترجع أهميته وشهرته الكبيرة مش لإنجازاته، بالعكس خالص. الملك توت عنخ آمون تولى الحكم وهو صغير وهو طفل عنده 9 سنين ومات وهو عنده 19 سنة، مسك الحكم من 1334 ل 1325. إلا إن الملك توت عنخ آمون شهرته الكبيرة دي بترجع لحاجة مهمة جدا جدا، ألا وهي نرجع كده بالزمن لورا 1922. الباحث الأثري هوارد كارتر الشهير كارتر، الباحث الأثري هوارد كارتر 1922 المقبرة رقم 62 منطقة وادي الملوك، وتم الكشف لأول مرة في التاريخ عن مقبرة بكل محتوياتها كاملة. 5398 قطعة وجدت داخل المقبرة، مقبرة كل الحاجات اللي فيها أو مش كلها، حاجات كتيرة جدا مرصعة بالذهب. القناع الذهبي بتاع الملك توت عنخ آمون ناس كتيرة بتشوفه من بتزبهل قدامه، يا جماعة الحاجات لو تروحوا وتشوفوا في المتحف المصري هتنبهروا جدا. ولكن السؤال هنا هو باختصار، هل دي كل الحاجات اللي كانت في مقبرة الملك توت عنخ آمون، ولا هل تم سرقة بعض الحاجات الهامة جدا اللي كانت ممكن تغير كل مجرى التاريخ البشري؟ كل مجرى التاريخ البشري تمت سرقتها عمدا من داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بيكم ودايما فعلا منوريني بالقناة. النهاردة بنتكلم على توت عنخ آمون ومقبرة الملك توت عنخ آمون، وزي ما استعرضت معاكم باختصار بسيط عن اكتشاف الملك توت عنخ آمون. لما نيجي نتكلم بقى اكتر تفصيلا عن اكتشاف الملك او قبر الملك توت عنخ آمون، خلينا نتناول شخصيتين مهمين جدا. اول حاجة نتناول شخصية كارتر، والشخصية الثانية اللي هو اللورد كارتفون. اللورد كارتفون اللي هو كان بيمول وبيدفع لكارتر علشان تكاليف رحلة العثور على كنز كبير جوه مصر وهي المقبرة ديت. لما نيجي نبص كده على الاحداث، الاحداث كانت في سنة 1922 وتم العثور عليها، وتم على مر سنوات البحث عن المقبرة وتم العثور عليها وعمل مؤتمرات اعلامية كبيرة وعالمية، وتم ان استخراج كل القطع الاثرية على مر فترة من المقبرة بتاعة الملك توت عنخ آمون. لما نيجي نبص كده الكاتب الله يرحمه الكاتب الصحفي والمؤرخ كان انسان عظيم جدا الكاتب محسن محمد، الكاتب محسن محمد الله يرحمه كان شغوف جدا بالحضارات وبالتاريخ وعمل كتاب اسمه سرقة ملك مصر. الكاتب محسن محمد كان راح لندن وطلع على بعض من الوثائق والخطابات وقدر ان هو يستخلص ان فعلا تمت سرقة مقبرة الملك توت عنخ آمون وبعض القطع الاثرية من جوه من الشخصين دول اللي هو اللورد كارتفون وكارتر. وعندنا الكاتب توماس يوفينج. توماس يوفينج كان كتب كتاب اسمه القصة التي لم تقال عن توت عنخ آمون. وتوماس يوفينج دوت يا جماعة كان مدير متحف المتروبوليتان في امريكا، وده من اشهر المتاحف العالمية. كتب في الكتاب دوت على تورط اللورد كارتفون وكارتر، تورطهم في سرقة القطع الاثرية، واستدل كده ابسط الامور على وجود بعض القطع الأثرية اللي بتخص توت عنخ آمون في متحف المتروبوليتان. انتوا تخيلوا ان في خاتم ذهب يخص الملك توت عنخ آمون، في عندنا تمثال من العاج، وفي قارورة للعطر من المرمر، ده غير ان في بعض القطع اللي موجودة في متاحف اوروبا. وبيقول ان كارتر ما باعش القطع ديت لمتاحف اوروبا، ولكن ان هو كارتر باعها لناس والناس دي باعتها بعد كده للمتاحف، بالاضافة الى وجود كمان بعض القطع اللي موجودة
موجودة في القصر بتاعه اللي حفيده بعد كده حولها لمتحف. انتوا تخيلوا عمل متحف من السرقات اللي عملها كارتر حفيده ده. كمان عندنا ان هو بيحكي عن قصة ان كان معاه لما كان بيفتش كان مدير البعثة المصرية كانت معاه، وجدوا في الاستراحة بتاعته عبارة عن قطعة أثرية تخص الملك توت عنخ آمون ومحطوطة في الاستراحة بتاعت كارتر وملفوفة. فلما جو يواجهوها كارتر قال له لا 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 ايه ده انت فاكرني؟ لا 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 ده انا بس لقيتها كده في الطرقة وفي الممر فخدتها بالراحة ورحت لففها وعينها عندي في الاستراحة. واضطر كارتر انه هو يرجعها جوه المقبرة. واللي انا بقوله لك ده كله تمهيد لأعظم حاجة تم اخفائها جوه مقبرة الملك توت عنخ آمون. طيب نرجع بقى كده ونبص على كتاب مهم جدا صدر في الفترة الأخيرة. الكتاب دوت صدر من فيرجن للطبع والنشر، وكتبه 2 إنجليز، أندرو كولينز وكريس هيرولد. الكتاب دوت اسمه توت عنخ آمون ومؤامرة الخروج، وفي نسخة منه موجودة هنا في مصر بترجمة رفعت السعيد، وبيتكلموا فيه عن احنا عارفين ان تم الاكتشاف المقبرة في سنة 1922. في سنة 1924 جي كارتر علشان ان هو ينقب لقى نفسه ممنوع من الترخيص، وقالوا له انت ممنوع انك انت تنقب. كان في الوقت ده مين وزير الاثار؟ كان عندنا مرقص باشا حنا كان هو وزير الاثار، ومنع كارتر هوارد كارتر ان هو ينقب عن الاثار او يكمل، لان كمان كان كارتر اصلا ما بيحبش المصريين، وكان ما بيحبش ان المصريين يدخلوا معاه في المقبره اساسا للعلم يعني. فكارتر اتجنن، حاول ان هو يخاطب سعد باشا زغلول ما نفعش، حاول ان هو يخاطب الحكومه المصرية ما نفعش، لدرجة ان الموضوع وصل لقضايا ومحاكم ما نفعش. راح رايح على الكونسولية البريطانية وقابل مساعد القنصل وقال له انا عايز كل الامتيازات اللي تخليني ان انا ارجع تاني واكمل التنقيب والبحث في مقبرة توت عنخ آمون. فكان الكلام ده كان في سنة 1924 بعد ثورة 1919، فكانت العلاقات المصرية البريطانية في الوقت ده ما كانتش ولا بد وكانت متوترة. فطبعا مساعد القنصل قال له لا لا مش هينفع، فجيب يتكلم معاه ما بينهم. فغضب مرة واحدة كارتر وقال له كالتالي بالحرف، قال له لو انتوا ما ساعدتونيش وما نزلتش تحت في المقبرة وعملت كل اللي انا عاوزه، انا عندي برديات هتغير كل التاريخ اليهودي وهتغير كل المسار والكلام اللي بيقولوه اليهود في التوراة عندهم وعن قصة الخروج بتاعتهم من مصر. فطبعا الكونسول سمع الكلام ده، ايه يا كارتور يا حبيبي، لا اقعد بس اجيب لك ليمون بالشكل دوت يعني، مش بالظبط يعني. ولكن ان الموضوع اكتشفنا ان بعضها على طول رجع تاني كارتر ان هو يكمل شغله في مقبرة توت عنخ آمون، وده كان شيء غريب جدا. طب عرفنا منين القصة اذا كان الموضوع بالشكل دوت؟ مين الشريك بتاع كارتر في كل حاجة في الامور، ومين اللي كان ساعة الاكتشاف، ومين اللي مول؟ عندنا هو اللورد كارنرفون. كارنرفون بالصدفة ان هو بعت بعض الرسائل لاصحابه مرتين في ليهم وبيتكلم معاهم على البرديات اللي بتخص تاريخ اليهود، وان تم العثور على برديات موجودة في مقبرة الملك توت عنخ آمون، وان هي هتغير كل التاريخ اليهودي على الاطلاق. فاول ما تعرف الكلام دوت الرسالتين اتزعت على طول في الصحف في الوقت دوت، في التايمز البريطانية، نيويورك تايمز الامريكية، بس ما تعرضش الموضوع بشكل مؤكد لان البرديات نفسها مش موجودة. وكان بالصدفة برضو كان لما تم اخد لما كارتر اخد التصريح انه هو يرجع تاني ينقب، بعت على طول لعالم اللغات في لندن علشان يجي ويحضر ويساعده في بقية ترجمة البرديات اللي موجودة واللي بتخص قصة خروج اليهود من مصر واللي هتغير كل التاريخ التوراتي اللي موجودة. وجاله فعلا، الا انه هو لما جاله بيفتح الصندوق ما لقاش برديات، قال له ايه ده معلش دي انا افتكرتها برديات، دي طلعت لفائف كتان تعتبر ملابس داخلية خاصة بالملك توت عنخ آمون، انا معلش معرفتش افرق ما بينهم. واختفت تماما القصة بتاعت البرديات، واختفت تماما البرديات، وواضح كان الاتفاق ان في تسهيلات كتيرة هتتعمل مقابل تدينا البرديات دي او تخفي البرديات دي الى الابد. والحقيقة برضو ان معروف جدا ان في بعض الشخصيات اللورد كارنرفون دوت مات مباشرة
مباشرة بعدها بشوية من فتح المقبرة، وبعض الشخصيات اللي ماتت من فتح المقبرة واتقال عنها في الناس ساعتها في قالوا لعنة الفراعنة، وطبعا ده كلام انا مش مصدقه اساسا. وفي ناس تانية قالت نتيجة تسمم الهواء اللي متخزن من ملايين السنين ومقفول في المقبرة من ملايين السنين، اول ما اتفتحت المقبرة الهواء دوت مليان انواع من البكتيريا القاتلة اللي اثرت على الناس وموتتهم. لكن في الكتاب اللي انا بتكلم معاكم فيهم مرجحوا ان تم قتل الشخصيات ديت اللي خاصة بالمقبرة، تم قتلها من اللوبي الصهيوني او اللوبي اليهودي، لان الشخصيات دي كانت شاهدة على البرديات، فحبوا تماما مش يخفوا بس البرديات، حبوا ان هم يخفوها ويخفوا كل الشهود اللي موجودين في القصة دي. طيب هل اللورد كان عادي؟ ده ما كانش عادي، وراه قصة كبيرة. كلنا عارفين عائلة روتشيلد، عائلة روتشيلد هي أكبر وأشهر عائلة وصاحبة الاستثمارات البنكية وأغنى عائلة على مستوى العالم، وهي اللي ابتدعت النظام البنكي على مستوى العالم. عائلة روتشيلد ديت كانت في القرن الـ16، وروتشيلد معناها أصلا بالألماني يعني الدرع الأحمر، وكانت في الفترة ديت كانوا بيشتغلوا في تجارة الأنتيكات. وبعد كده هوت واحد منهم كان عرض على أمير ألماني إن هو يستثمر معاه الفلوس، وابتدوا إن هم يتوزعوا ما بين ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وهم العائلة متوزعة في الأربع دول، كل واحد فيهم معاه كمية من الفلوس، فكانوا بيتفقوا مع الناس إن هم يعملوا لهم تحويلات مادية بالفلوس مقابل إن هم ياخدوا منهم عمولة بدل المخاطرة وبدل. وابتدوا الاتصالات ما بينهم إن هم بيعملوا تحويلات مالية، بحيث إن أنا حاطط فلوسي مثلا إن هو في فرنسا، واحد بياخدها من إنجلترا مقابل إن العائلة دي بتاخد النسبة والعمولة. والموضوع تطور الى ان اصبحت بعد كده الدول ساعات بتستعين بيهم. عائلة روتشيلد ديت يا جماعة ببساطة هي اللي مولت حركة نقل اليهود لدولة اسرائيل او دولة الكيان الصهيوني، وساعدت على تهجير كتير قوي من اليهود، وهم حاليا بيمتلكوا استثمارات ضخمة جدا. لما نيجي نرجع لكده هو تاني للورد كارنيفون. اللورد كارنيفون ما تعتقدوش ان هو قبل ما يمول كارتر ان هو كان معاه فلوس، لا، ده كان حاله في الاول وحش جدا، حالته المادية كانت وحشة وما كانش معاه فلوس للدرجة، بل بالعكس كمان كان الراجل كان بيعاني من دي حال ويعني جدا. فاتعرف على واحدة بنت اسمها ألمينيا. ألمينيا ديت كانت بنت واحد اسمه ألفرد روتشيلد، بس كانت بنته بشكل غير شرعي، تلم عليها ورسم عليها دور وتجوزها. وبالصدفة كمان كان ألفرد روتشيلد مالوش اي حد خالص من الورثة غير البنت ديت. ألفرد روتشيلد مات وهي ورثة منه، وهو بالفلوس مول كارتر. فالعلاقة لما نيجي نبص كده هو انه هو يعتبر متأثر وعلى ذات صلة باكبر كيان صهيوني، وهو اللي مول كارتر بالبعثة وباستخراج توت عنخ آمون وباختفاء البرديات. دي القصة كما قيل في الكتاب بالظبط. وبيبقى الشيء الاكيد ان اليهود في حاجات كتيرة جدا بيحاولوا يشوهوا بيها التاريخ المصري. اليهود شوهوا تواريخ كتيرة مش التاريخ المصري بس. اتمنى يا رب ان المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو مش مشترك في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب او اشتراك في القناة. واشوفكم على خير، سلام عليكم.